اقدمي محكمه اقدمي محكمه دكتور عادله ديني الدستور لها برشده دهشه دوسن دورت ناصر جوفله رجو دميركيو كلا وعند بيجا دمتو جود من المشيو دورت ناصر جوفله دريال عافيمات كيو دلال دلال تعليم عن هلا دت كيجو دمانتين دورت ناصر جوفله دور ناصر جوفله جوفله بامو دور نسمو بامو دور نسمو جو جوفله جو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرت وما سنتهين سيدا شرفت له أظهر كان مناسبة ونكسن أوصل قبل شين. وقتي أن معنينا مناسبة كوكال قلن أدبو يرد. لكن وحان رأينا نشيبه مناسبة وين وأد وين عيان دقان إن شاء الله وحاي مناسبة داسنا وحا قصوق يبقالي دوانا دومركا باشا عوليهن هادنا وحان سمين دوانا مناسبة كلو وين أو دلينتا باشا عوليهن وحان وحان كوحي جين دوانا مناسبة كلو وكسي وين أو دومركا باشا عوليهن يو باشا عوضاق لغو بلا لينا هيا مناسبة أفراد وحين نقوم دوانتا دلنت عوضاق دلنت عوليهان لغو ولا لين هاي مناسبة أغوطة ميسو وحان كود دقي دوانا قرون كيغا ماشي ورشيدة كلها هاي أو دمان ريقاريس أو وحاكا مغنين كسو قيب قيل دوانا إن شاء الله وحان غلا إنا نيشيبو 2007 وان هاود أنا نميرا وان هاودي عوليان بايي مالين حافدين بايوي مالين حرين جوفلو كوما دورنينو اي وحان دورنينا آدمر وان كديري تاسنا جيسنمي هيد بوكا نوكري ليح بقول يستدواتن يزديد كورا هلا 2013 مالقاري وان اوكتهين الالكشن بانقلني وان دادالني آدم يعني قاصد تقتني وان كرهي لكن دولة بلي شكتي ودوتين 2017 هذا نوحان به وان ترتمي وانت صحي وضو حالي قيسيني ما وحد ايش اكتنقف 2007 تاقنا إلا ما انت تاقن ايش اكتنقف أكونا منك الرجل هدوها بوضو هدي أدكو تاقير سقورا أدكو تاقير هدي كالي كما تاقير هي هيل بان تاقير هي ما انتو الوقتي الكليبية وارتا سوما ما انت الكليبية بيش عوضاق مروا بوحالة عوليهم بي لدقالة بيهم واي ما دحلا حسكينا ولا فرستي وان كده ايه ويه وده ايه وحيد انجو فلو انت التاقنة 2007 لهذا اري ان كاهي انو او حماني مالهم انا ميل ان قفكو اي مالي لكن هم تنشيقا قف ان كعبسان انو مالي مالكا ونادي ولالك سمينا هايو 2013 وان اغنى هاي دبضان با اد ايو قرمدي انت ماشا ان دقين هاي يا لغو رفاتين هاي بقولها كلمة هي دكتور دم بكرة فاتن مساكين تكرة فاتن دم تكرة فاتن ما لو بان استعجو وان شيء أما عونا غير استعجو أما عيلة غير استعجو دكتور ما أنت أقول ببلن جارس ودمر يدل يرو قبيلنا ملهم واحد قبيل ده حد يجوا وحاول ملهم لكن ما أنت وحبب بهان هاي قف كهدي ولا لك يا هاي وكرتين سموجي وموجي أنت قانا إنه أقول له وقص عضو قرب النقو مركب وحارة قلت إن عندي شيء Garissa Township politics way bedelantay sidii hore ma maanta waxaan ogyahay kuuraha Garissa laga riday 2017 waa konton iyo afar kun oo kuura waxa laga yaraa 60% ama 70% inay jeefay waraan intaas marka insha Allah dulleer hado munaasabad weyn baan dhigaynaa oo aad u ballaaran corona yar corona baan hayaa corona marka laga baxo مناسبات أوين أو أولادين مه سومالي دم كسوق يقول دون تو جوف اللي بعدين دونا أو دم كسوق يقول دونه ما أنت أنا بعيش أولاد مرحى وطن هو ده عدا ده عدوى
ويفكرين وحيدين خبيل وحو ترهيو مالها مكا وحيدين جوفل أنه وان أرنا قبيل وحي هاي أدقنا وان كنقانا من جيسي باتهاي من داعب باتهاي من عادل باتهاي ولكن هذا الأدكو هذا الشيء أوليها لأولا تلقي كماذا هلين ويد أولادين باتهاي ما أنت ماذا حنوص أرنتها وحال إيش أكتن سياسيين تا أوليها دمانتو كسو بلوكي غوري إلا كانت كجرو مع القفنة وعوضاق انتو كعين لقاضي إيش أكا مجرى سبب أجرى جوف اللقاضي سبب أجرى جوف اللقاضي إنو يحي نين دفك عن كل جينين إنو يحي نين دا عضا إنو يحي نين جيسيا إنو يحي نين دارسة كل شيء شاي مركم أولم بنا كرعي وانو يحي نو باشر بنكرعي بنكرعي لكن طل ماذا ما لفيري ورتو أرنتا سبحان رو إنا لغتان مدى قدن بي سبحان روا إنا إيشيغو غاريسة تامشيب دادك لبك أغوين كود أغوى دومك يود اليرادة لكن ما أنت هذا صوغل إن شاء الله مدى هاي عوليهم بانك بحين كلي مس عوضاق بانسا مايا قوفوال بو نسيب كيسة أيوكا قادي لكن وحان بلان قادة هيا لأغيه العوني جري duqeydi inta qaan MB ga ku dhigneed oo wax la cunay jiray oo ma saakintu diyeesay taas ma soconayso meel uu baan taaganahay waan sheegaa qof walba oo ma saakina maama walbo ama dhalinyaro walbo maanta waxaad ku bishaareysataan nin og dhibaatadiina ayaa u taagan MP anigu waan soo maray dhibaatadaas waa la ogyahay wax aan ka qarnay maaha waana ku faanaa waxaan rabaa inaan u sheego reer Garissa oo dhan جوفل هادو صوت قالو دادك او كتاس قرده هو او امبيي دا هوستاقن او كونترتيز كاقاتو سي دي افيي دا كاقاتو ديب دانبي اني اسو دوان نميشاس واحا ميشا اسو دوان دونا دوم مركا مساكين تا دالين يرادا انتا سا اسو دوان دونتا مركا واد ما سنتهين اسو دوان ناصر واكن متاقن هادان مغشوابين iy hadal meel ka soo baxay duudayn ka soo galay taan maan anaga dhinac baan tuurna maanta horta Nasir waakan wuuna jooga wuuna taagan marka ilaahay ku ranaayay Nasir waan soo qaadnay dadkii weynaa ee laga sii weynaa iyo dhalinyarada dadkii sii weynaa ee macnaha awliyahan u badnaa kulligiiba haaba haddana ilaa iyo xarna heer inta ogaadeen iyo absana ilaa kor aan sii tagno waayo nin Allaah ninka anaga maanta meeshan degan ناصر حلبو كسارين وإنو كورسيو أصلا حتى ورحساتهم صوما إيه نين مانتا عن دايو نمو ورحبلو وحما قصيني ناي كورو نسيو وانكا قلالي نامجيس وولا لمو وجي يووناك إني وحا أنا كو أنا كو أصلينا سيم عناها أن ولا لمو مكان الله يهل هدو أصلا ولا لمو يو وجي يووناك سنة ونوصلو يسينا وناصر كو قابلو والبابك انتو داد محاجر البابك محالة شاكي دادك مكا يلبان هلان مركوريني ay aad war ordaan ka damaan albaabka saxirtaan taas ay kama filayno mid labaad aan Nasir waa nin walaalkeena gaar ahaan waa nin macnaha u dhun deela xagga siyaasadaha xagga akhriska xagga macnaha de waa nin hadda iyo dibadda aad u soo maray waa nin fahmi kara dhibaatooyinka iyo caqabadaha ka jira magaalada Garissa وأنا أقول لك أنا 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 kamaana hela dadka macnaha waaweyn ee macnaha maan dadka naga weyn ee waalidinta ama dadka macnaha maanta ma xeyna inta dhalinyaro imaadaan ay qaan qabtaan wayeert maanta waxaan meeshan isku imaanay inaan gacmo wada jir sameeyno inaan isfahanno oo walaalkeen maanta garab aan siino Nasir waan qaadnay walaalaheenna way nala qaadeen ogaadeen oo dhan baa wataan Nasir Maxamed Jofle marka anaka horta dhalinyarada dhib badan aan qabnaa We have so many problems, and we want a leader who
who understands and sees our problems at the point of grassroots. So today I'm here, I stand here with my brother Abdi Nasir, and I don't think there's somebody who can solve our problems the way he can do it, because he's somebody who is with us today and he has been here for several reasons. Marka maxaan ilaahay wiilkan walaalkeen garab aan siino aan doorano. Aniga nafsadeeda maxaan ahay gabar jaamici ah oo jaamacad soo bogtay, digrii baan wataa, shaqana ilaa hadda ma helin, weligay wax shaqo ii sheegana ma arkin. Marka walaalyaalow, qofkii ku og oo walaalka ah oo garab ku siin karo unbaa marka hadhow maxayaday ku saacideyn karaa oo wax kula qaban karaa, ma fahanteen? Marka qofkaan dooraneyna iska dooro maho, qofkaa dooraneyso qofka waxaa fiican inaa ogaato qofka muxuu yahay, muxmuu kula qaban karaa, muu ku ogyahay, garab muu ku siin karaa, muu tegi kartaa, muu ku oon kartaa, ilintaada muu kaa tiri karaa, ma fahantay? Marka walaalyaalow, anagoo iskhilaafaynin oo gacmo wada jir wax ku qaban karno, maxaa muswahiliga muxuu dhahay kidole kimoja kivunji chawa. Marka walaalyaalow, wiilkan walaalkeen garab aan siino aan doorano. Horta maanta waa farxad aad u weyn meeshan haddaan iskugu imaanay. Meeshan waxaan rabnaa run iyo ilkaba waa la caddeeyaa, dad baa war iyo kutrokuteen iyo war meelaha la warwareegi. Maxamed Nasir Joofle waan dooranay, waafato dhan baa doortay, odayaashii baa doortay, dadkii baa doortay, haweenkii baa doortay, ilmihii yaraa baa doortay, xag ilaahay baa laga doortay. Marka waxaan rabnaa madmadowga inay meesha laga saaro, dadka beenta wadoo la wareegaayo Nasir ree waafata ma wado beentaa, inay qadka laga bixiyaan rabnaa. Asla maba beeni loo dhigo, Nasir waa la wataa, man wuxuu saaran yahay, islaana dhan baa doortay, ogaadeena dhan baa doortay, inta ummadda may maxamed baa doortay. Haddana waxaan jecel lahay inaan doorano, gacmo furan lagu soo dhaweeyo, walaalkaanaga Nasir waan dooranay, haddeesaa inaa ogaataan baan rabnaa. Waad salaamantiin dhammaantiin. Aniga Yuudis Kediye Qaasim baa la yidhaahdaa. Waxaan u imaanay Nasir yaa noo yeeri oo meeshan maanta ah xafladiisa aan ka soo qayb gelaynay. Waana musharax sida hadda aan warka ku maqlahaynana waxaa waaye waa nin lasoo qaaday oo isku soo raacay in la doorto. Inta ka horna kol musharax wuu noqday, laakiin wuuba helay waxaa dhacday afgembi oo xisbigoodii idil baa la afgembi berigaa waxaa wax dabagadoona baa socday. Marka haddana waa markii labaad oo uu soo istaagahayo sidii marka horeba uu helay. Haddana inuu helo unbaan filaynaa, rajada aan qabna ma xumo. Marka sidaa darteed waa inaan qaadno oo aan ku raacno intii qaaday. Soo galay inaan siinno Nasir, aan siinno kuuraha, ma isku raacsannahay? Khayr allah idinsiiyo. Waan ka baxay awliyaha, waxaan ku codsanaynaa oon ka baryaynaa sanadkan kursiga MP-ga tooshid inayna siiyaan nalana doortaan. Sagaalka dar Joofle abtirkiisaa la yaqaana, qodadiisaa la yaqaana, meeshuu ka soo jeeda waa la yaala. Joofle markii kursiga ku fadhiisto baabuurka cad hadduu daaqada haydho raaxa xaray aad weyda sanada ma ku soo lixisi maayaha ogaado ma maqlaysaa? Waxa Daaris jooga dir iyo daaradan isu ka dhigaa la rabaa, weliba reerku ka dhasi u gacan bidixiyo dadka kale uu soo dhaweeyey. Ma maqlaysaa? Caruurta iyo haweenka hadday ku riyaaqaan nin walbuu ku dooran. Haddana khasab waqtigii la isku dooranhaya male. Marka waxay jiri ficil baa ay qaadeen, miyaan fiicanay maanaa jooga meeshan ka faytaami jiray. Marka bal ree waafatow intaad isku tagtaan, kii qallocan soo qabta qura'an saara, kii hagaagsan wata, gabadhi jiran u taga isbooqda jaafloon, intaad albaabada xidhato ood waddooyinka wareegta nin madaxa la hadlin, madax ku dooran maysa abaheedaa la gubay. Ma maqlaysaa? Masti kow masti mudnaanta dhalinyarada iskale, laba tuura waxaa iskale haweenka. Liyahow maanta doorashada waxay uga fiican tahay nin sheegay gadan. Doorashada ogaadeen baa nabadaa. Cowlahan ma roobta qaade, waxaa hadda hadalka luxluxda wado. Waa dad yar oo hal iyo laba ah
oo 2013-2007 kii meeshaad itaagan u maleen Naasir inay maalintii hore u garab la'aanta uu yahay. Maanta garab la'aan maa Naasir. Naasir maanta wuxuu garab la'aan uu ahayn doorasho uun la gelin, kuuro oon la bilaabin, waxba aana dhicin. Anigan oo walaalkiis ah yaa garab taagan, waana garab taagnaani ilaa uu isagu ka dhaco ilaa doorka kale kale ugu dhaco, laakiin waan garab taagnaan. Marka doorashada hore waxay uga bedelanta waxaa waaye markii hore dadka badan oo culaanka been waxaa lagu sheegi jiray waafate ma socdo, markay waafatay arkeen waxaa la hadana reedooda ma socdo, hadana sida loo soo wada waxaa hadda ma jiro. Maanta maanta Naasir sida loo wado ma aho qabiil, qabiil ma aho Naasir. Naasir maanta waxaa wadataa Gaaris oo dhan, hadda saddex afar shir baan tagnay, saddex afarta shir qabiilaha oo dhan baa wateen. Sida hadda waxaa la yaaba dad hadda nafta hadda culahan ayaan hadda meeshan ku jira. Marka markii magaca Naasir la hirka ugu socdaa meel Allahi ka socda bedelaadka ugu socdaa. Marka Naasir option laba option baa uu yaa taagadkiisa laba taagadkiisa. Horta mid waa jumlo waa dadka masaakiinta, taa waa jumlaan kale. Laba taagadkiisa dhalinyara iyo bilcaan, waana labada maanta u kuwa badan una daciifsan magaalada annaga. Laakiin maanta anigoo ku hadlaayo magaca reer Doolal waa jumla, waa jumla. Magaca Doolal, magaca dhiiran ku hadlaa, Doolal oo dhiire, magaca dhiire yaan ku hadlaya. Jumlankuna maanta anaga kuwaraan waan rabnaa. Sagaalka dabo culan hadday markii hore ay Naasir ku wadeen, maanta anagoo magaca reer dhiire ku hadlayaan baryaa.